تمام. طيب تعالوا نروح بقى الخبر تاني، و انطلاق فرينكس اند هوم بمشاركه 200 عارض في 22 نوفمبر، ده اللي اكده مهندس احمد حلمي رئيس غرفه صناعه الاخشاب والاثاث باتحاد الصناعات. انعقاد اولى دورات معرض فرينكس اند هوم اللي بتنظمه غرفه صناعه منتجات الاخشاب والاثاث باتحاد الصناعات المصريه والمجلس التصديري للاثاث في الفتره من 22 ل 25 نوفمبر الجاري. تعالوا نشوف. انت الوحيد اللي عارف راحتك فين. اختار الفرش اللي يناسبك باقوى العروض من معرض فرنكس اند هوم من يوم 22 ل 25 نوفمبر بمركز القاهره الدولي للمعارض والمؤتمرات بمدينه نصر. فرنكس اند هوم، اختار صح. تعالوا بقى نشوف تفاصيل المعرض. معانا على الهاتف مهندس احمد حلمي رئيس غرفه صناعه الاثاث باتحاد الصناعات والمشرف على معرض فرنكس. يا باشمهندس صباح الخير. صباح النور يا فندم وعلى المشاهدين جميعا. اهلا بيك يا فندم. ويعني الحقيقه المعرض انا عايزه بقى اعرف تفاصيل كده، خصوصا ان هو يعني مشجع جدا للصناعات المصريه. ريت سيادتك يا فندم تكلمنا شويه عن المعرض. بص حضرتك، هو المعرض ان شاء الله هيبقى من يوم 22 ل 25 نوفمبر في قاعة المؤتمرات في مدينه نصر على مساحه 30,000 متر تقريبا. هيبقى في حوالي 200 عارض من صناعات الاساس وصناعات المكمله ليها وبعض الصناعات الحرفيه اللي احنا بنفتخر بيها النهارده، اللي بتأدي اللمسه الجماليه جوه اي بيت من سجاد لاكسسوارات لاناره وغيره. المعرض مبني في الاساس على مصنعين مصريين. تمام. بنفتخر بيهم كلهم، اغلبهم بيعمل منتج مشرف جدا بيتصدر للعالم كله. حابب ان يوري السوق المحلي قدرته على المنافسه باسعار مميزه جدا، في عروض خاصه جدا 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 في هذا المعرض. المصانع كلها بتتنافس دلوقتي انها تقدم حاجه حلوه بشكل جمالي مبتكر بتصميمات جديده باسعار مغريه جدا. ما يميز المعرض السنه دي كمان ان هيبقى فيه وسائل تمويليه مختلفه تتيح للمشتري ان هو يقدر يشتري اللي هو عايزه ويقدر يدفعه على 6 أشهر او سنه زي ما هو بيحب بدون فوائد. تمام. خلال بنوك كبيره رئيسيه في مصر زي البنك الاهلي وغيره. يعني حضراتكم ألميتوا بكل التفاصيل بما فيهم تفاصيل الشراء والدفع. بص حضرتك، احنا يعني عندنا هدف كده ان شاء الله في فتره وجيزه نبقى المنتج الاساسي المصري هو رقم واحد جوه مصر. يعني هنلاقي ان في فرصه لحاجه مستورده ان هي تنافسه، واحنا واخدين ده غير ان هو تحدي، لا هو حاجه واجب علينا واجب على كل مصنع ان هو يقدر يلبي احتياجات بلده بنفسه. طيب باشمهندس، هنا بقى يعني من كلام حضرتك بتأتي أهمية مثل هذه المعارض في تشجيع أو النهوض بالصناعة المصرية. يعني المعرض ده احنا بنأمل ان المعرض ده يكون انترناشنال، يعني نخرج بالمعرض ده بره. إمكانية ده ايه يا فندم، وخصوصا ان احنا عندنا الصناعات بس الماركتينج أو التسويق بيبقى عندنا يعني شوية مش زي ما احنا عايزين. بس حضرتك ده حقيقي، بس احنا مش واقفين في مكاننا. احنا كنا في فتره من الفترات، ويمكن الكلام ده كان لغايه 2010، كنا بنطلع دورات بشكل مستمر في العالم كله، من اول امريكا لروسيا لاوروبا للدول العربيه. يمكن ما جت عليه النهارده ان احنا حاطين هدف قصادنا ان احنا نخش دول افريقيا، وعملنا دراسه قويه جدا نخش اي دوله باي شكل باي منظومه. فاللي حضرتك بتقوليه ده فعلا مهم جدا، لان احنا بنتيح الفرصه برضه عشان الناس تبقى عارفه لكل المصانع المصريه. تمام. سواء كان من دمياط لاسكندريه، القاهره، المنيا، سوهاج، اسيوط، اسماعيليه، السويس، كل الاماكن اللي فيها صناعه للاساس بنحاول ان احنا نجمع بعض ان نوجد قاعده قويه للعرض سواء كان جوه مصر او بره مصر.
طيب دلوقتي يا فندم السؤال بقى اللي جاي، هل في اتاحة مثلا، احنا اكيد عندنا شباب كتير بما اننا يعني كنا لسه منتهيين من منتدى شباب العالم، عندهم افكار لديزاينز عايزين ينفذوها بايادي مصرية، كيفية التواصل مع حضراتكم ازاي عشان يقدروا يشاركوا بعد كده في المعرض؟ بص حضرتك، احنا فتحنا لينك من على من خلال القصة، من خلال اتحاد الصناعات والمجلس التصديري، ان اي حد عنده فكره هيقدر يتواصل معانا. احنا وصلنا للتواصل اللي احنا بنعمله النهارده لغايه الطلبه جوه الجامعات، يعني احنا فتحنا الابواب ان اي واحد عنده فكره النهارده بيعرضها علينا، واحنا بنوظفه او بنسكنه مع المصانع اللي تقدر تعمل له الفكره دي. حضراتكم بتوظفوا الافكار لوحدها ولا بتعملوا مسابقه مثلا لاحسن ديزاين او احسن ده؟ يعني عندنا في مسابقه بتبقى مع المعرض اسمها ديزاين بلس اندستري، اللي هو التصميم والصناعه، ودي مبنيه، دي مسابقه كمان قديمه مش جديده، احنا نعملها بقى لنا اكثر من 14 سنه. بتوصلنا كمان اللي احنا عملناه قبل كده، ان شاء الله هيصاحب معرض فينيكس اند هوم الفتره الجايه او السنه الجايه، ان هيبقى فيها اسبوع التصميم المصري مع مبادرة القاهرة 18. يعني في كذا خطة للنهوض بالفكر والثقافة المصرية جوه الصناعة ان شاء الله يا فندم. بالعكس، احنا عايزين الناس كلها تبقى معانا، احنا بنشجع من خلال برنامج حضرتك ان كل حد عنده فكرة النهاردة ان يتواصل معانا، عشان نقدر نوظف الفكرة دي انها تبقى منتج ملموس تقدر كل الناس تستفيد بيه. أكيد طبعا، وتحياتي لحضرتك. شكرا جزيلا مهندس أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات والمشرف على معرض فينيكس اند هوم.